اليوم موضوعنا كتير مهم سلمى، بدنا نحكي يمكن عن حالة الرفض، سواء الرفض للشخص أو لأفكاره أو لأي فكرة بيقترحها. وقديش اليوم بتشوفي هيدا الموضوع منتشر نوعا ما؟ أكيد نور، يمكن للأسف وقت بيكون في نقاش موجود بتلاقي لا قبل ما يفهموا شو صد القصة صحيح تماما، وهذا يمكن اللي بيخلي الطرف الآخر ما عاد يقدر يظهر وجهة نظره أو يعبر عنها بالطريقة الصحيحة مجرد ما شاف الرفض، والرفض بيدخل بكتير تفاصيل بحياتنا صحيح، للأسف. بتلاقيه اعتكف يا فضل الابتعاد. اليوم كيف فينا نحول حالة الرفض لحافز؟ كيف فينا نخليها حافز لنكمل تكون جزء من حياتنا بشكل إيجابي لنستمر وننجح بحياتنا؟ لنحكي عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة تغريدة مسلم، أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك يسعد دكتورة. صباحي. يعني اليوم عم نحكي عن مشاعر، وخليني أقول تصرفات هي ممكن تكون بسيطة يشوفها الطرف اللي عم بيقوم فيها، بس ممكن يكون لها تأثير سلبي جدا على الشخص الآخر. ما هي حالة الرفض؟ وشو المشاعر اللي بتسيطر عند الشخص اللي بيتم رفضه؟ صحيح، حالة الرفض يعني حالة انسحاب الآخر، انقطاع الآخر عن استمرار العلاقة مع شخص ما، أو حتى يعني مع حالة معينة. فهالحالة الرفض من شخص إلى شخص تؤثر بشكل سلبي على الشخص اللي المرفوض، اللي وقع عليه الضرر، وتشكل له صدمة أو خلينا نقول صفعة. بيكون أثر كتير كبير، أثر سلبي، بتسبب حزن، بتسبب حالة سلبية، أو ممكن تؤدي لإحباط حسب حالة أو حسب شخصية هذا الفرد أو الشخص. إذا كان شخصية قوية أو شخص عنده إدراك أعلى أو حكمة أو بحال أنضج، هون بيختلف تأثيره بقى من شخص إلى آخر أو من فرد إلى آخر حسب حالة هذا الشخص. ويمكن دكتورة بنشوف أحياناً ردة فعل الشخص اللي عم يتلقى حالة الرفض أو الصد عدوانية نوعاً ما، وهي مثل ما قلتي دكتورة بيرجع لشخصية ونفسية الشخص. قديش النفسية والشخصية بتأثر؟ أنا كيف فيني أتعامل مع حالة الصد، مع حالة الرفض، وبنفس الوقت فيني أتعامل بذكاء، يعني ما أحسها نوعاً ما هي جرح لمشاعري؟ بس يمكن الظروف اللي عم نعيشها اليوم ظروف معيشية وضغط، فالحالة بتحسي الارتباك أو حالة الضغط النفسي موجودة، يعني صح. ما عاد في الناس قادرة إنه تدافع عن نفسها نفسياً مثل قبل. حالة الرفض ممكن تكون بتلاقي الشخص يا رد بحالة عدوانية يا انسحب مشان ما يتعب حاله. صحيح، الحقيقة نحن الظروف اللي مرينا فيها بالعموم كان إلى ثقلها، كان إلى أثر كتير كبير علينا جميعا، بالتالي ما بقى عندنا الصبر او الجلاده صحيح. لحتى نكون متروين ونتقبل بهدوء. فلذلك بنشوف انه مباشره مو فقط للرفض، لاي حاله، لاي صحيح. عارض نحن عم نتعرض له بنشوف انه كان فيه تصرف غير محسوب، يعني انعدام حاله التوازن. حاله التوازن اصبحت الان نسبيه بسبب كثره الضغوط، او خليني انا بحب اسميها ضغوط، كثره المتطلبات وعدم امكانيتنا او عدم المقدره على التوازن بين هالمتطلبات والامكانيات الموجوده عندنا. فلذلك بنشوف انه بيكون في ردود غير محسوبه. لكن حاله الرفض وقع على الاشخاص بتختلف من شخص الى اخر، يعني شخص بيواجهها بعدوانيه، شخص بيواجهها بالانسحاب، شخص بيواجهها لا بيكون يعني قادر على انه يواجه وانه يكون عنده المرونه وانه ما تاثر عليه، وشخص اخر ممكن يواجهها بالحزن والانسحاب. يعني بتختلف من شخص الى اخر، لكن هي تعتبر مؤلمه. لكن الرفض ممكن، يعني انا هون يمكن عاده نحن كثير بنوجه انه الرفض هو بحالات العاطفيه، لكن هو الرفض ممكن يكون بالعمل، بالعلاقات الشخصيه،
بالحالات العاطفية أكثر تأثيرا الحالات العاطفية، وخاصة المستويات العمرية كل ما قلت يعني المراهقة وبعد المراهقة بشوي ممكن هون بيكون تأثير أكثر بكثير من الحالات العمرية المتقدمة، لكن بالعموم الحالة مؤثرة على كل الأشخاص، فبتختلف هالحالة من عمر، من مستوى إدراك، من مستوى معرفة، من شخص إلى آخر، فكلهم بيواجهها حسب. فالبعض بيواجهها بنشوف ممكن إنه بده ينتقم، البعض لا بعدوانية بصريخ، ممكن البعض ببكاء، البعض بينسحب وبنطوي، البعض بينعزل، فكل حدا بيواجهها بطريقة وفق لشخصيته وفق للتقدير الذاتي عنده. فمن الغلط كتير انه نحنا ناخد حالة الرفض على انها هي اسباب رفضني لشخصي، لاسباب شخصية خاصة فيه، لا، هون بدنا نعتبر انه هالحالة الرفض هي البداية لانك انت تكون أقوى لتنطلق من جديد، لأنه إحنا بنعرف إنه الخبرات ما بتجي هيك بتجي على طبق من فضة لا تشرى، وإنما بيواجهها الشخص بيتعرض لها بيدفع ثمنها، ومن هون بيقوى وبيكون شخص أفضل وبيكون شخص أكثر مرونة على مواجهة الواقع ومواجهة الحياة. فلذلك ما نزعل أبداً، نحن بالعكس نكون سعيدين لما نحن منمر بحالات بتعمل قساوة علينا. ليش؟ لأن هي بتعطينا حالة أقوى وتخلينا نكون مرنين أكثر لننطلق من جديد ونواجه هيك حالات مرة قادمة بشكل أنضج، بسعة أفق أفضل، نفكر فيها بطريقة أفضل، وبيكون تأثيرها مختلف، بيكون أقل وطأ بحالات بمرات قادمة. طيب دكتورة، حضرتك حكيتي وقلتي أنه في عنا أنواع متعددة للرفض ممكن الإنسان يواجهها بحياته، إن كان الرفض أثناء العمل أو الرفض بالحياة الخاصة، الرفض بكتير مجالات. خلينا نميز بكيفية التعامل. يعني اليوم ممكن مديرك بالعمل يرفض شيء وهو يكون محق، ما يكون في شيء شخصي، يعني إذا شلنا المشاكل الشخصية دائما على جناب، في بعض الأحيان بدنا نحيد نفسنا حتى نقدر نستفيد من هذا الرفض أو بالمقابل نقدر نتعامل معه. خلينا نحكي عن هذا الشيء وكيف كمان الشخص المرفوض عليه دور بتقبل الرفض. صحيح، بحالة العمل قد ترفض لسبب محق أو غير محق. هون أنا ما بدي بحالة العمل بدك تكون يعني تاخذها بهدوء وتفكر بسبب الرفض. لما أنا بعرف شو سبب الرفض، بالعموم بحالة الرفض أي كان حالة، حط نفسك مكان الآخر وانظر بمنظار الآخر، ليش رفض؟ ما هي الأسباب؟ دائما نحن لما منواجه حالة الرفض منكون نحن متخيلين متوقعين أو حلمانين بشيء ما تم التوافق فيه أو ما تطابق مع الطرف الآخر، فلذلك بتكون حالة الرفض، يعني بيكون عدم توافق خليني أقول بالأفكار أو بالأحلام أو بالتوقعات بين الطرفين، وبالتالي بيصير حالة الرفض. بحالة العمل قد يرفض الموظف من قبل أو يرفض مقترح أو عمل ما عم بيقدمه للمدير، لكن هون المرفوض بده أو الشخص اللي وقع عليه الرفض بده يفكر ينسحب قليلاً، وما في مانع إذا هو يعني عاش أثر هالرفض، يعني ما عم أقول أنا يكبت مشاعره ويلغيها، لأنه رح تطلع إذا في حالة الكبت رح تطلع فيما بعد، لا معلش يعيش حالة الأثر شوي لكن ما كتير يعيش فيها حتى ما يصير بحالة تانية، حتى ما نوصل لأحباط ولا اكتئاب ولا أمور أخرى غير مستحبة، لا بنسحب قليلا عيش هالحالة شوي، بتألم لأنه الإنسان والنفس البشرية بتعشق الألم وبتسترسل بالحالة السلبية كتير، بتحب الحالة السلبية يعني بتنشط كتير بالحالة السلبية، بالحالة الإيجابية لا بيكون نشاطها أقل. فلذلك أنا هون بدي أطلع من حالة السلبية بدلها بحالة إيجابية وأعرف شو سبب هالرفض. إذا أنا عندي نقص بمهارة معينة، عندي نقص بأداء هالعمل، رح طور من نفسي وعد نفسي لكون أفضل وأبدأ من جديد، وهيك بيكون طور من نفسه وانطلق وتحولت لدافع لأنه يكون هو بحالة أفضل ولا يكون أقوى ولا يكون يعني عنده كفاءة أفضل.
ذكرتي نقاط عديدة دكتورة مهمة، خلينا نتوقف عندها. كيف فيني أرجع أقوى وبلش أحسن وأتطور؟ هي ما بتجي يعني فورا، هي بدها خطوات عديدة لحتى نقدر نوعا ما نواجه، لأنه مثل ما قلتي نحن أساسا عاطفيين جدا، بنتأثر أكثر. دور الضحية نوعا ما بتلاقي الكل بحب يكون فيه، وبنفس الوقت العامل الاجتماعي والبيئة والظروف كلياتها بتلعب دور. أنا كيف فيني أعطي خطوات صحيحة سليمة نفسيا لأنا فعلا أتعامل؟ يعني خصوصا يمكن بنشوف عند الصبايا المقتبل العمر أو الشباب بيعمل لهم صد أو رد نفسي كتير كبير، لحتى ما تأثر على شخصيتها على الشخصية، كيف فيني أقول لا لازم أتعامل بطريقة صحيحة 1 2 3 لحتى لو تعاملت مرة أخرى بحالة رفض أو صد أتعامل معها بطريقة أذكى؟ صحيح، خاصة للحالات العاطفية، ومثل ما قلنا مقتبل العمر والمراهقة بيكون أثرها كتير كبير. صحيح. ليش؟ لأنه لسه ما فيها النضوج وما فيها هالمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع هالصدمات ومع الأزمات اللي بتمر على هالأشخاص. فلذلك أنا بإن كانت حالة عاطفية لصبية أو لحتى لمتزوجة كمان، ممكن يعني بعد سنوات الزوج يعني ينفصل عن الزوجة، وهون بيسبب لها كمان الصدمة اللي هو كمان حالة رفض، انسحب من هالحياة. فهون كيف بدي اتعامل بالحالة العاطفية؟ اولا بدي يعني بدي يكون في ألم، انا بدي اشعر بهالألم، ما راح اكبت هالألم، بدي اشعر بالألم. ثاني شيء بدي اطلع من هالحالة الألم، اطلع العب رياضة، اطلع مارس نشاطات اجتماعية، وانا بحاجة الى مقرب، الى شخص صديق، أم، أخت، شخص مقرب بيثق فيها الفرد بحيث أنه يفضفض يطلع شو جواته ويسر له، لأنه لما بيطلع اللي جواته رح يشوف الأمور بشكل مختلف، رح يشوفها مو بهالكبر. وبالإضافة أنه هالشخص الموثوق رح ينصحه. طبعا أنا ما بقول أنه يروح لأي شخص، لا، بدك شخص موثوق حتى يساعدك، يكون مساعد ومعين وينصح ويساعده ويكون لجانبه. وبعدين أنا أبدأ نمي بنفسي، أنا بدي أثبت لنفسي أنه المشكلة مو عندي، ليست لأنه أنا، ليست لأنه أنت شخصك رفضت، وإنما هناك أسباب. فلذلك لازم تعرف شو حالة الرفض، هل كانت بسبب يعني عدم توافق بالسلوك، بالأمزجة، بالطباع، شو كان أسبابها؟ هون بيبدأ بيغير بقى هالشخص بنفسه وبيزود نفسه بمهارات أكثر لحتى يكون أنضج، وهيك بحالة أخرى عاطفية أخرى هون رح يكون أنضج، رح هالأمور اللي مر فيها ما رح يكررها. وبالتالي هون والاستمرار ما يعني إنه مريت بحالة عاطفية وأنا طم الرفض وهيك إنه خلص، لا، أنا ما بقى بدي جرب ولا بدي أعرف حدا، لا، الحياة بدها تستمر. ومن النعم اللي الله عطانا هون أوقات يعني الشخص ما بيكون عنده هي القدرة ببعض الحالات أنه هو يستوعب الرفض، خصوصا ببداية الحدث. ويمكن مثل ما قلتي بنشوفها أكثر شيء بالمشاكل العاطفية. صح. يمكن بالعمل شوي الناس تأخذ وبتعطي بحكم الوظيفة أو حسب شو وظيفته، لكن بالحالة العاطفية ما في شخص بيتقبل، وغالبا الأهل مو دائما بيلعبوا هذا الدور الإيجابي. رفضك لا أنت أحسن منه، أنت مدري شو، أو شو بدك فيه، شو بيصير في هاي المغالات، لأنه نحن نحمي الطرف اللي بيخصنا، ودائما نقول لا مثلا بنتي أو ابني ما بيغلطوا، معصومين عن الغلط، المشكلة دائما بالطرف الآخر. ما بنرضى نتقبل انه نحن نمسك الشغله بالنص. صحيح. او نقول انت مخطئ بكذا وانت مخطئ، ما حدا بيحب يسمع كلمه انت غلطان. صحيح. ما بيتقبلها، بياخذها بطريقه سلبيه، وبالتالي بتنعكس على الحياه بشكل كامل. لما بتيجي تواجهي شخص بغلطه ما بيقدر يتقبل. صحيح. لذلك احنا قلنا بمرحله بعد ما بيعيش شوي حالي هالحزن وهالاثر اللي وقع عليه، وبده صديق مقرب موثوق يحكي معه، هون بيبدأ بقى يقيم. لابد من انه نحن نقيم اخطائنا، نقيم سلوكنا، وين كنت مخطئ وين كنت محق. وهون من الضروري كتير اني اعرف نقاط القوة الموجودة عندي، بدي اعرف شو الاشياء اللي بتميز فيها لحتى ارجع يرتفع التقدير الذاتي عندي وارجع ابدأ من جديد. اما اذا انا بدي استسلم لهالسلبية اللي عشت فيها وللمحيط، وإحنا بنعرف انه نحن منعيش ومنفكر وفق للمجتمع،
ما منعيش ومنفكر وفق اللي بينفع لنفسنا، لا وفق مزبوط. شو بيقول المجتمع، شو بيفكر، يعني رفضت معناها في شيء، في لا، انطلق من نفسك وارجع لنفسك وعرف شو نقاط القوة الموجودة عندك واصع وارتفع بذاتك، ارجع قوية، شوف شو ناقصك وقوي من نفسك وابدأ من جديد. لماذا لا نبدأ البدء من جديد؟ هاد بيخليك يعني ممكن انت تسكرت فرصة لتلاقي الأحسن، أو راحت فرصة لحتى انت تلاقي الأحسن منا عم يستناك، أو لحتى تلاقي الأفضل، وأكيد رح تلاقي الأفضل لأنك انت صرت بطريقة أخرى عم تفكر شو هي الأشياء اللي انت بدك إياها وتلاقيها موجودة عند الطرف الآخر. نعم، الوقت دايما معك بيخلص بسرعة. دكتورة تغريد سلم، أستاذة في علم الاجتماع، نتشكرك على وجودك معنا، وأكيد في حلقاتنا القادمة نتوسع بالموضوع أكثر. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة، ونتمنى الكل يتقبل الرفض بالشكل الصحيح. صحيح. مثل ما حكيت، إن شاء الله نتمنى الكل يتقبل وجهة نظر الآخر سواء كانت إيجابية أو سلبية. أو سلبية أكيد. شكرا لك.